السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إزيكم يا شباب؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وترم موفق ليكم جميعا. النهاردة أول لقاء لينا مع بعض في مادة الـ Principle of Statistics أو مبادئ الإحصاء. هنتناول في الشرح في المحاضرة النهاردة الجزء النظري الخاص بالإحصاء والذي لا يخلو منه أي امتحان، وهو طبعا مهم جدا ودرجته مضمونة. جمعنا النظري في شكل questions أو أسئلة إن شاء الله مش هيخرج عنها الامتحان. يلا كده بينا نبدأ. صلي على رسول الله. في البداية هنعرف الاستاتيستكس، نقول إيه هي المقصود بكلمة statistics أو إحصاء. بيقول لي statistics is the science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting data to make more effective decisions. علم الإحصاء هو العلم اللي بيختص بجمع وتنظيم وتقديم وتحليل وتفسير البيانات من أجل طبعا استخدامها في اتخاذ more effective decisions، قرارات أكثر فاعلية. Who uses statistics؟ مين اللي بيستخدم الإحصاء؟ بيقول لي statistical techniques، الأساليب الإحصائية are used in by marketing، تستخدم في مجال التسويق، accounting محاسبة، quality control مراقبة الجودة، educators politicians and physicians طبعا مجالات التعليم والمجالات الفيزيائية وغيرها. types of statistics أنواع الإحصاء، عندي نوعين للإحصاء، two categories، عندي نوعين: descriptive statistics الإحصاء الوصفي، inferential statistics اللي هي الإحصاء الاستنتاجي أو الاستدلالي. لما نيجي نتكلم عن descriptive statistics الإحصاء الوصفي refers to the methods of organizing, summarizing, presenting data in an informative way. بتشير إلى إيه؟ الطرق اللي بيتم بيها تنظيم وتلخيص وتقديم البيانات في طريقة معلوماتية. For instance، زي إيه كده؟ على سبيل المثال the total number of students in a faculty of commerce حلوان University. خلاص؟ إجمالي عدد الطلبة الموجودين في كلية التجارة في جامعة حلوان. يعني الإحصاء الوصفي هي فرع من فروع الإحصاء بيتعامل مع الطرق اللي بتنظم وتلخص وتوصف البيانات وتحولها من داتا، من بيانات، لإنفورميشن، معلومات يمكن الاستفادة منها فيما بعد. ده تلخيص لكلمة descriptive statistics أو الإحصاء الوصفي. الانفرنشال statistics اللي هي الإحصاء الاستنتاجي أو الاستدلالي it's called statistical inference، بيسموها الإحصاء الاستنتاجي أو استدلالي. refers to the methods used to estimate a proportion of a population on the basis of a sample. يعني إيه الكلام ده؟ بتشير إلى الطرق اللي بتستخدم في تقدير مثلا نسبة في المجتمع بالاعتماد على بيانات العينة. لو أنا لقيت عندي في المسألة كلمة اسمت يعني تقدير، أو يقول لي by selecting a random sample عن طريق اختيار عينة عشوائية، أعرف على طول إن هو بيتكلم عن inferential statistics اللي هي الإحصاء الاستنتاجي أو الاستدلالي. ليه؟ لأن هو ممكن يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي identify each of the following، يعني حددي لي الآتي، هل هو تبع descriptive statistics الإحصاء الوصفي ولا inferential statistics الإحصاء الاستنتاجي أو الاستدلالي. دي definitions مهمة جدا، بيتكلم عن population المجتمع، سامبل العينة، statistic إحصاء، sampling error اللي هو خطأ المعينة. population مجتمع بيقول لي all elements under study describing by parameters. all elements objects of interest يعني كل العناصر اللي بيتم دراستها بيتم توصيفها باستخدام parameters أو معالم. فين؟ في population المجتمع. طيب السامبل العينة، معلش هو الكلام النظري بيبقى تقيل شوية بس هو ملوش ظهور تاني في الاستاتيستكس غير في الشابتر ده، ان شاء الله يعني هنستريح منه بعد كده كله عملي. السامبل العينة a portion or part of the population of interest، هو عبارة عن نسبة من مفردات المجتمع محل الدراسة. samples are described by statistics such as، العينات دايما بيتم توصيفها باستخدام احصاءات معينة. زي اديني مثال كده. السامبل مين؟ متوسط العينة اكس بار. sample variance تباين العينة اس سكوير. sample proportion النسبة في العينة بي بار. كل الحاجات دي هتظهر لنا في القوانين في شابتر 3 و 4. statistics الاستاتستيك اللي هي الإحصاء is a characteristic of a sample
the difference between a population and parameter, the difference between population parameter and a sample statistic is called sampling error. الفرق ما بين معلمة المجتمع والإحصاء الخاصة بالعينة بسميها sampling error. sampling error ده اللي هو خطأ المعينة. يبقى أنا أخد بالي من التعريف ده لأن هو مهم. بيجي السؤال في حتة زي دي ازاي؟ يقول لي مثلا complete populations are described by، يعني المجتمعات بيتم توصيفها باستخدام ايه؟ اقول له parameters معالم، وطبعا السامبلز بيتم وصفها باستخدام ايه؟ samples are described by ايه؟ اقول له by statistic، باستخدام الاحصاء. وطبعا ادى امثلة للparameters اللي هي المعالم زي ايه؟ population mean، متوسط المجتمع ميو، معلش طارت في التصوير. population proportion، النسبة في النسبة في المجتمع اللي هي البي. دي كلها امثله على الايه؟ البارامترز، على المعالم. وطبعا اهم حاجه في الجزئيه دي، حتى انا كاتبه جنبيها ملحوظه اهو مهمه، ان الديفرنس بتوين بوبيوليشن بارامتر والسامبل ستاتستيك، الفرق ما بين معلمه المجتمع والاحصاء بتاعت العينه حاجه اسمها سامبلينج ايرور اللي هو خطا الايه؟ المعينه. ناخد كده اكزامبل على السامبلينج ايرور وهو مذكور في الكتاب. بيقول لي if the average grade of a class of 75 students equal 90، إذا كان متوسط تقديرات كلاس عندي فيه 75 طالب equal كام؟ equal 90. And the average grade of a random sample of 20 students selected from the same class equal 88. متوسط تقديرات عينة عشوائية مسحوبة من 20 طالب اخترتهم من نفس الكلاس equal ايه؟ equal 88. يبقى لما يكون population mean متوسط المجتمع equal 90، والسامبل مين متوسط العينه الاكس بار ايكوال 88، يبقى ده معناه ان السامبلنج ايرور هيجي ازاي؟ ذا ديفرنس بتوين بوبيوليشن بارامتر اللي هو الفرق ما بين متوسط المجتمع اللي هو الميو اند ذا سامبل ستاتستكس والاحصاء الخاصه بالعينه اللي هي الاكس بار، اقول له ميو ماينس اكس بار ايكوال سامبلنج ايرور، يعني 90 ماينس 88 ايكوال 2. فهمتوا بنطلع السامبلنج ايرور ازاي؟ difference between sampling with replacement and sampling without replacement. ايه الفرق ما بين السحب بارجاع والسحب بدون ارجاع؟ بيقول لي في حاله sampling with replacement طبيعي بارجاع مفهومه، يعني انا هسحب المفرده وارجع ارجعها تاني. each time we selected one element from the population we put it back in the population before we select the next element. كل مرة بيتم اختيار مفردة فيها من المجتمع احنا بنرجع المفردة دي تاني للمجتمع قبل ما يتم اختيار المفردة التالية ليها مباشرة. طب انا لما اختار مفردة واجي اعمل لها ريبليسمنت ارجاع، طب انا ده معناه ان البوبيوليشن سايز حجم المجتمع اللي عندي ما اتغيرش، عدد المفردة بتاعته زي ما هي لان انا رجعت المفردة اللي انا سحبتها. The population always contains the same number of items each time a selection is made. يعني المجتمع هيحتوي على نفس عدد المفردات في كل مرة بيتم فيها الاختيار. ما انت بتسحب المفردة وبترجعها تاني، فده معناه ان البوبيوليشن سايز زي ما هو محتفظ بنفس عدد مفرداته. ده في السامبلينج ويز ريبليسمنت. طيب السامبلينج ويزاوت ريبليسمنت، السحب بدون ارجاع، المفردة اللي انا هاخدها مش هرجعها تاني، فهتقل عدد مفردات المجتمع بالمفردة اللي انا سحبتها دي. ازاي؟ بيقول اذا سيلكتد اليمنتس از نوت ريبليسد تو ذا بوبيوليشن، العناصر اللي بيتم اختيارها ما بترجعش تاني للمجتمع. ده الفرق ما بين السامبلينج ويز ريبليسمنت وزاوت ريبليسمنت. سامبلينج بلان از ا ميثود اور بروسيدور فور سبيسيفاينج هاو ا سامبل ويل بي تيكن فروم ذا بوبيوليشن. طبعا سهله، طريقه او اجراء معين بيحدد ايه؟ بيحدد طريقه اختيار العينه من المجتمع. دي اللي هي السامبلينج بلان. Methods of probability sampling. ايه هي طرق المعاينة عندي؟ عندي 4 methods او 4 طرق. Sample random sampling، العينة العشوائية البسيطة. Stratified random sampling، العينة العشوائية الطبقية. و Systematic random sampling، العينة العشوائية المنتظمة. و Cluster sampling، اللي هي العينة التجميعية. Sample random sampling. Each item in the population has the same chance of being selected. كل عنصر في المجتمع بيكون ليه نفس فرصة في الاختيار ضمن العينة. Stratified Random Sampling، العينة العشوائية الطبقية سموها طبقية لأني بقسم فيها المجتمع إلى
استراتا طبقات، عشان كده سميتها استراتيفايد، عينة عشوائية طبقية جاي من كلمة استراتا طبقات. A population is first divided into subgroups called strata، يعني المجتمع بيتم تقسيمه إلى مجموعات فرعية بسميها طبقات، بقسمه الطبقات الأول and then وبعد كده a sample is selected from each stratum، وبعد كده بيتم اختيار عينة من كل طبقة. يبقى أول حاجة بقسم المجتمع لطبقات، وبعد كده بختار عينة من كل إيه؟ من كل طبقة. Systematic random sampling اللي هي العينة العشوائية المنتظمة بيقول لي the items of the population are arranged in some order، العناصر في المجتمع بيتم ترتيبها بشكل معين. A random starting point is selected and then every case elements of the population is selected from the sample. دي systematic random sampling. Cluster sampling اللي هي العينة التجمعية. A population is divided into groups، المجتمع بقسمه لإيه؟ لمجموعات. Or clusters أو عينات تجمعية. دي many populations، مجتمعات صغيرة. Or primary units. Then samples are selected from these primary units. ناخد بالنا من الفرق ما بينهم كلهم. في نوع تاني للسامبلينج أو المعاينة مذكور في الكتاب، حاجة اسمها probability sampling العينة الاحتمالية، و non probability sampling العينة الغير احتمالية. ده تصنيف تاني للسامبلينج، ومهم طبعا، اللي عايز يكتب يكتب ورايا. انا قلت طبعا عشان احقق الاستفاده الكامله من المحاضره، دايما بلفت النظر ده لاي فيديو على اليوتيوب لازم يكون في ايدينا نوتس تسجلوا اي ملحوظات او حاجات انا اقولها اثناء الشرح، لانها هتفيدكم جدا وانتوا تحديدا كمان قدام شويه لما نيجي ندخل في القوانين والمسائل العملي. Types of sampling، انواع المعاينه عندي probability sampling المعاينه الاحتماليه، و non probability sampling المعاينه الغير احتماليه. Probability sampling each item in the population being selected being studied has a non likelihood of being included in the sample. تاني، each item in the population being studied has a non likelihood of being included in the sample. كل عنصر في المجتمع اللي بيتم دراسته ليه نفس الفرصة في الظهور او الاختيار او اختياره ضمن العينة. دي اللي هي probability sampling او المعاينة الاحتمالية. طيب ال non probability sampling المعاينة الغير احتمالية، بيقول لي non probability sampling based on the judgment of the person selecting the sample، بتعتمد على تقدير الشخص اللي بيسحب العينة. ال levels of data measurements اللي هي مستويات القياس، ودي نقطة مهمة جدا جدا بتكون موضع سؤال في امتحان الاستاتستكس. أول حاجة عندي في مستويات القياس حاجة اسمها النومينال ليفل اللي هو المستوى الاسمي. هما انا عندي الليفلز اوف داتا ميجرمنتس 4 ليفلز، عندي اربع مستويات لقياس البيانات. النومينال ليفل المستوى الاسمي، الاوردينال ليفل المستوى الترتيبي، الانترفال ليفل المستوى الفطري، واخر حاجه ريشيو ليفل اللي هو المستوى النسبي. وناخد بالنا من حاجه، ان الاثنين الاولانيين اللي هما النومينال ليفل والاوردينال ليفل خاصين بالكواليتاتيف داتا اللي هي البيانات النوعيه او الوصفيه، لكن الانترفال ليفل والريشيو ليفل خاصين بالكوانتيتيف داتا البيانات الكميه. فانت احفظوهم بالترتيب كده افضل، النومينال والاوردينال تبع الكواليتاتيف النوعيه، والانترفال والريشيو تبع البيانات الكوانتيتيف الكميه. النومينال ليفل اللي هو المستوى الاسمي بيقول لي نومينال ليفل از كلاسيفايد انتو كاتيجوريز اند كانوت بي ارينجد، بيتم تقسيمه لفئات معينه ولا يمكن ان يعني كانوت بي ارينجد، الترتيب فيه غير مهم. المستوى الاسمي بيانات وصفيه ليس لها ترتيب، عشان كده هنا بيقول لي ايه؟ كانوت بي ارينجد. زي ايه كده؟ الاي كولر لون العين، الميرشال ستيتس الحالة الاجتماعية، أقول الشخص ده سينجل، ويدو، ديفورسد، ماريد، تمام؟ الترتيب فيه غير مهم. جندر الجنس أيضا، ريليجن الديانة، ناسيوناليتي الجنسية، كل الحاجات دي طبعا أنا بوصف الشخص، بوصف لون العين، يا إما يكون لون العين بلاك، أسود، جرين، أوصف الحالة الاجتماعية للشخص
اوصف الجنس بتاعه، عشان كده قلت دي عليها كواليتاتيف داتا، بيانات نوعيه او وصفيه. ده النومينال ليفل او المستوى الاسمي. الاوردينال ليفل او المستوى الترتيبي. اوردينال ليفل انفولفز داتا ارينجد ان سام اوردر. هنا بقى الترتيب مهم. هنا كان كانوت بي ارينجد، الترتيب غير مهم في النومينال، لكن هنا الترتيب مهم في الاوردينال، عشان كده سموه اوردينال ليفل مستوى ترتيبي. But the difference between data values are meaningless. زي اديني مثال كده على المستوى الترتيبي، يعني يعني ملخص الكلام ان المستوى الترتيبي ده بيعبر عن بيانات وصفيه ليها ترتيب. زي ايه؟ الجريدز التقديرات. جريدز التقديرات، اقول الشخص ده جايب جود، اكسلنت، فيري جود، فيل، بور، وهكذا. طيب اديني مثال تاني، عندي الدرجه الوظيفيه برضو بتاعت الشخص، والرتب العسكريه نفس الكلام، والسايز المقاس، اقول الشخص ده المقاس بتاعه سمول، ميديوم، لارج، وهكذا. ده المستوى الترتيبي او الاوردينال ليفل. طيب نيجي للنوع الثالث، ايه؟ الانترفال ليفل او المستوى الايه؟ الفطري. ناخد بالنا برضو ان الاوردينال ليفل اللي هو المستوى الترتيبي ممكن ناخد عليه امثلة تانية. زي ايه؟ الاوردينال ليفل ايضا زي educational stage، المرحلة التعليمية، اقول الشخص ده في كي جي، في برايمري، في بريباتوري، في السكندري. الايكونوميك ليفل، المستوى الاقتصادي، عشان احكم على الاداء الاقتصادي لاي شركه، اقول ده بور، ضعيف، ده جود، كويس. كل دول الترتيب فيهم مهم. كل الامثله دي على الاوردينال ليفل. ثالث مستوى عندي الانترفال ليفل اللي هو المستوى الفطري. بيقول لي زيريز، طبعا ده بتكلم عنه في حاله الكوانتيتيف داتا، البيانات الكميه. زير از نو ناتشورال زيرو بوينت. في المستوى الفطري البيانات الكمية أو الرقمية الخاصية فيه بيكون ليها معنى عند الصفر. يعني الخاصية لا تنعدم عند الصفر. زي ايه؟ temperature اللي هي درجة الحرارة. لو أنا قلت إن درجة الحرارة مثلا صفر، ده معناه إن الجو مائل للبرودة. نفس الكلام الـ IQ test. دي كلها أمثلة على الـ interval level أو المستوى الفطري. المستوى الرابع عندي اللي هو الريشيو ليفل او المستوى النسبي. بيقول لي ذا زيرو بوينت از مانيفولد اند ذا ريشيو بتوين تو نمبرز از مانيفولد. المستوى النسبي بيتعامل مع البيانات الكوانتيتيف او الكميه او الرقميه. الفرق ما بينه وما بين الانترفال ليفل اللي هو المستوى الفطري، ان المستوى الفطري الصفر فيه الخاصيه بيكون ليها معنى عند الزيرو، عند الصفر، لكن هنا الخاصيه في الريشيو ليفل بتنعدم عند الصفر. زي ايه؟ اديني امثله كده على الريشيو ليفل. اكتب ورايا السالري، المرتب. انت عمرك شفت واحد بيقبض مرتب صفر؟ الايج، العمر، في واحد عنده صفر من السنوات؟ التايم، الوقت، ينفع انت تقول الواحد الساعه كام يقول لك الساعه صفر؟ لا طبعا. الهايت، الاطوال، مفيش واحد طوله صفر، ولا الويتس، الاوزان، ولا واحد وزنه صفر. السعر برضو، البرايس. كل دي امثله على الايه؟ على الريشيو ليفل او المستوى النسبي. الليفلز اوف ميجرمنتس، مستويات القياس، مهمه جدا وبتكون موضوع سؤال نظري في امتحان الاستاتستكس. تايبس اوف فاريبلز، انواع المتغيرات عندي تو كاينز. كواليتاتيف فاريبلز، المتغيرات النوعيه او الوصفيه، والكوانتيتيف فاريبلز اللي هي المتغيرات الكميه. الكواليتاتيف فاريبلز، المتغيرات النوعيه او الوصفيه، بيقول لي وين ذا كاركترستيك بينج ستادد از نون نيوميريك، اذا كانت الخاصيه محل الدراسه غير عدديه. It's called qualitative variables، بسميها متغيرات نوعية أو وصفية. زي إيه؟ جندر طبعا، الجنس، مارشال ستاتيز، الحالة الاجتماعية. بوصف الشخص ده يا إما يكون ويدو، يا إما يكون ماريد، يا إما يكون سنجل، يا إما يكون ديفورسد. بوصف الحالة الاجتماعية بتاعته، إذا كان متزوج أو أرمل أو مطلق وهكذا أو أعزب. الأي كولر برضو، لون الإيه، العينين، كل دي حاجات qualitative وصفية. state of birth. أما الكوانتيف الكمية، يعني كل البيانات الكواليتيف نون نيوميريك، غير عدديه، لكن الكوانتيف نيوميريك، عدديه. اسيوم اونلي سيرتن فاليوز. زي ايه؟ نمبر اوف تشيلدرن، بيفترض قيم محدده. زي ايه؟ ده الكوانتيف اللي هي البيانات الكميه او النيوميريك، الرقميه او العدديه. زي نمبر اوف تشيلدرن ان فاميلي، عدد الافراد في الايه؟ في الاسره. الكوانتيف فاريبلز او المتغيرات الكميه عندي نوعين. النوع الاولاني اسمه ديسكريت فاريبل، اللي هي المتغيرات المنفصله او المتقطعه.
assume only certain values، بتفترض قيم محددة زي ايه؟ number of children in a family، عدد الأطفال في الأسرة، number of bedrooms in a house، عدد حجرات المنزل، number of cars، number of students in each class of a course، عدد الطلبة في كورس معين. ال continuous variables اللي هي المتغيرات المتصلة أو المستمرة assume any value within a specific range، بتفترض قيم داخل مدى محدد زي الهايت، الأطوال، ويتس، الأوزان، وإنكم الإيه؟ الدخل. بكده نكون خلصنا الجزء النظري معانا النهارده في الستاتستكس، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. ما ننساش تدعم الفيديو بلايك ونشيره لكل زمايلنا، وإن شاء الله نستكمل في المحاضرات القادمة الستاتستكس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.